بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، الباب 51 من شعب الإيمان، وهو باب في الحكم بين الناس. اقرأ الحديث: يا لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. في حديث بعد الكلام الطويل هذا، عن إسماعيل بن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخرجه في الصحيح. الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى هذا الحديث. الشاهد فيه، معنى الشاهد فيه أي أن الأمر الذي يوافق الباب في الترجمة هو قوله صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. هذا الباب الشعبة الثانية ولا 51 شعبة من الإيمان، عنوانها باب الحكم بين الناس. ثم أورد هذا الحديث، بدأه قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ظاهر الحديث: من لم يتفطن لمعنى الحسد يقول كيف الحسد مذموم على كل الوجوه، فكيف أجاز صلى الله عليه وسلم الحسد في هاتين الخصلتين؟ الحسد لا ينبغي. الحسد يا عبد الله ينشأ عن كراهية وبغض، كراهية وبغض للمحسود فيما أوتي من نعمة، فتجد يبغض ذلك ويكرهه، ويتفاوت الناس في وجود هذا الحسد في نفس الحاسد. هذا الحاسد يكره أن يحظى إنسان بنعمة، عافية وصحة وكثرة أموال وأولاد، وعنده من المتاع أو عز وشرف بين الناس، يكره هذا الحاسد. كراهته هذه تؤدي إلى أنه يبغض المحسود، ثم يتزايد هذا الحسد إلى أنه يسعى كيف يزيل هذه النعمة من ذاك المحسود، ويضطر أحياناً إلى أذية المحسود. الحاسد هو العائن، العائن يعني الذي يصيب بالعين، والعين حق، وأكثر ما يصاب الناس في أموالهم وأخلاقهم وأولادهم ناشئ عن الحسد
وهو العين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. إذا علمت أن الحسد مذموم في جميع الوجوه، وليس معنى الحسد في الحديث هو المعنى المعروف في اللغة، وهو الذي أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من شر الحاسد إذا حسد، فالحسد هنا بمعنى الغبطة. الغبطة يا عبد الله أنك تتمنى مثل ما أوتي فلان، لكن لا يكون فيك كراهية لذلك ولا إزاحة لهذه النعمة من فلان، ما تتمنى زوالها، لكن هناك أمنية في النفس ترغب أن تكون مثل ما أوتي فلان. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يغبط أحد على نعمة إلا في هاتين الخصلتين. اسمعوها الآن. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني يا عباد الله، إن أردتم أن تغبطوا أحدا على نعمة بمعنى أنكم تتمنوا أن تكون لكم مثل ما أوتي فلان، فلتكن تلك الغبطة في هاتين الخصلتين: مال عند رجل ينفق فيه في سائر وجوه الخير والبر، يعطي الأرامل والأيتام، يكشف الكرب، ويعين الملهوف، ويعطي في النائبات. هذا لما كان قصده الله عز وجل وينفع الناس، الناس ترغب فيه وتسوده ويجتمعون عليه. ومن رأى هذه الحالة يتمنى أن يكون مثله، والآخر رجل عنده من العلم فهو يعطي الناس هذا العلم، يبصرهم بالحق ويبين لهم الفاحشة والمنكر، ويبين عواقب هذه وعاقبة هذه، فهذا يحبه الناس ويرغبون في السماع منه، ويكثر الناس عليه. الذي يقدم المال ينفع الناس بماله، والناس عيال الله، وأحبهم إليه أكثرهم نفعا لعياله، وهذا يهديهم الطريق ويبين لهم الحق، فهو ينفع الناس كيف يسيرون في الطريق الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ويبين لهم سوء عاقبة من خرج عن هذا المنهج. خصال البر كثيرة، أعلاها الجهاد في سبيل الله، أعلى من ذاك اللي ينفق المال، وقد يكون أحياناً أعلى من هذا الذي يقضي بين الناس، ما ذكره صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر هاتين. أما الدنيا لا ينبغي لأحد، إذا رأيت إنسان ذو شارة، يعني لباس وهيئة وتعظيم الناس له، ما ينبغي لك أن تتمنى هذه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأنك لا تدري أن هذا لو كان عندك لكنت على غير هذا المنهج والطريق. الجهاد أعلى درجات الإيمان، ومنه النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لكن الناس ما يغبطون مثل هذه. لما لا يغبطون؟ لأن فيه جهد، وفيه مشقة، وفيه تعرض للتلف، وفيه كذلك يعرض نفسه للأذى.
وكل صاحب مشقة لو قام يصلي بالليل ما تمنى كثير من الناس أن يكون مثله. ولو كان كذلك يكثر الحج ما تمنى الناس، ما غبطوه على ذلك، يغبطوه على مسائل فيها شرف وفيها ميزة وفيها أنه ينفع الناس في خصلتين: إما مال يعطيه والناس تعظم من أعطاها المال، عادة الناس من أنفق عليهم يحبوه، وإذا رأوا آخر يبخل عليهم أو يمنعهم حقوقهم يكرهونه ولا يسودونه. إيش معنى يسودونه؟ أي لا يجعلونه سيد أمير عليه إلا بالقهر. هكذا طبع الناس، يحبون هذا النوع، والذي ينفع الناس بالهداية والطريق الحق كذلك يحبونه. فأخبر صلى الله عليه وسلم: إن كانت هناك غبطة فليتوجه صاحبها إلى هاتين. لما سميت الغبطة هنا حسد؟ الرجل الذي يتمنى المال الذي ينفقه صاحبه على وجهه، الدافع له في أن يتمنى أن يكون مثله أمر خفي، قد تتعجبون. تعرفون الدافع له؟ كل امرئ في نفسه حب العلو. إيش معنى حب العلو؟ يعني لا يرغب أن يكون أحد أعلى منه. ترى هذه خفية، لكن لو فتشت بطائن النفس لوجدت هذا المعنى موجود. ما لا يحب أن أحد أن يعلوه في خير أو غيره. هذا هو الذي دفع له أنه يرغب أن يكون مثل فلان في إنفاق المال، فكان الدافع له منافسة وحب ألا يستأثر غيره بهذا النفع، يكون مشارك له. ولذا إذا كان المال ما يتعرض للإنفاق ما يتمنى الإنسان المال، لكن لهذا لما رآه حركه، كالذي يحج يكثر الحج إذا رآه أفراد القرية كلهم تمنوا أن يحجوا مثل ما حج. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد أي لا غبطة أنك تتمنى ما عند غيرك في أفعال القرب، لا في الدنيا، الدنيا لا تغبط أحد عليها. فقال: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، جاءت اللفظة فسلطه، ما قال أنفقه في هذا الحديث ولا قال بذله في الحق، سلطه في الحق. التسليط أن تمكن المسلط أو يتمكن هو من وسائل كانت عنده على أمر فيحصل عليه، أو يجبر صاحبه على الخضوع. هنا استعيرت كلمة فسلطه، لأن الإنفاق ليس بيسير على كل أحد. المرء يظن والشيطان يسعى في تثبيطه ويعده الفقر، ثم يقول له: وراءك أطفال، وراءك من تنفق عليه، وهناك نائبات، وعيالك يكبرون. يأتيه بالمثبطات وأسباب الفقر في المستقبل. فلا، مع حبه الشديد، وإنه لحب الخير لشديد، أي هذه في الطبيعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن النفس ذات الثبات بالإيمان والثقة بموعود الله عز وجل أنه يخرج المال قهرا عن نفسه،
وإن لم تطاوعه، ولقال فسلطه، فسلطه على هلكته في الحق، أي أن صاحب المال قهر نفسه وأفنى هذا المال في الحق مو في الباطل، في النفقات التي تسر المسلمين وتنفعهم، هذا يغبط. والثاني اقرأه يا شيخ فاضل. وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وآخر آتاه الله الحكمة، الحكمة أن تفهم الحق، الحق يعني أمر الله فيما نهى وفيما أمر، فمن فهم مراد الله من كلماته ثم عمل بها يقال فلان أوتي الحكمة. إذن الحكمة معرفة الحق المقصود ثم العمل به، مو مجرد المعرفة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذه الحكمة هي المعني بها في الحديث، ما هو الحكمة التي يذكرها الفقهاء التي بمعنى السبب والعلة، ذاك أمر آخر. يعني الحكمة هي معرفة الحق والعمل به. أما الحكمة التي في أصول الفقه تلك شرط أو سبب أو علة أو غرض من أجله شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذاك الحكم، ذاك الحكم. القتل شرع لصيانة الناس من أن يجرؤوا على قتل أنفسهم، وقطع السارق شرع لأجل حفظ الناس فتقول أموال الناس، فتقول الحكمة في قطع يد السارق أن تصان أموال الناس ويأمن الناس على أموالهم. في حكمة وسبب، هذا مسائل أخرى، لكن الشاهد تلك الحكمة غير الحكمة التي هنا. هذا الحكمة في أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بقيت أخبار وخلق لله عز وجل، يخلق الله ما شاء من خلقه، فيه حكمة، ويفعل الله ما شاء من أفعاله الحميدة، فيه حكمة. تلك الحكمة التي في الأخبار، أخبر الله عز وجل أنه سيكون كذا، تقام القيامة، يخرج الدجال، وأخبر الله عز وجل أن أهلك أمم عصت رسلها، وأخبر الله عن غرق فرعون، ثم خلق الله عز وجل الخلق، خلق إبليس والحيات والأفاعي، وخلق الشرور والآثام، لكن لا يفرد هذه نسبتها إلى الله إلا إذا دخلت في جملة، لا تقول يا خالق الشرور ويا خالق إبليس، ما ينبغي، لكن قل يا خالق الكون يا رب العالمين، فهو خلق إبليس ومن معه. الشاهد هذه الأخبار وما يتعلق بخلق الله عز وجل فيها حكمة، هذه الحكمة أمر ثالث، ليست الحكمة التي في الحديث، وليست الحكمة التي تقال في أصول الفقه، هذه الحكمة هي غايات محمودة عند الله عز وجل، لها غاية ومنافع مقصودة. لما خلق الحشرات الضارة وتراها ضارة لله، فيها حكمة يحبها سبحانه، وإن كان ظاهرها شرا لأنها لها عاقبة محمودة، ولها غايات مطلوبة. والله عز وجل إذا خلق شيئاً تراه يسوءك فاعلم أن لله فيه غاية محمودة وغاية مقصودة، لأن فيها منافع لا تعلمها، الله عز وجل يبين ذلك.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم طائفة أصحاب حمولة من تجارة وبضائع وغيرها من الميرة، يعني هناك سلسلة من الجمال محملة بهذه، خرج صلى الله عليه وسلم يقصدها، وهناك أناس يدافعون عن هذه الأحمال، خرجوا بعتاد وقوة، خرج المسلمون في 300 وبضع رجال من الرجال والفرس، من الرجال ما في إلا فرسين أو فرس، كلهم يرغبوا في أنهم يسيطرون على هذه الأحمال والتجارة ويزهدون أن يقابلوا العدو. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير الذات الشوكة تكون لكم، ما تحبوا تقابلوا هؤلاء، الشوكة عن السلاح لأن فيها جهد مقاتلة وكذا، تبغوا شيء سليم الناس، والله عز وجل خالف مقصودهم لأن وراءها حكمة عالية، وكان لا بد من قتال الكفار، فكان فتحاً عظيماً أعز الله به الإسلام وقمع أهل الكفر وذل المنافقون. فالحكمة التي تأتي في الخلق وفي الأخبار بمعنى أن لها منافع مقصودة وغايات محمودة، وإن كرهها من يكرهها من البشر. ولذا يا عبد الله إذا استقمت ثم صادفت أمراً تأباه نفسك ثقيل عليك، فاعلم أن لله حكمة، استسلم وارض بما حكم الله إذا كنت راضياً على ذلك، وعلمت أن الله الذي يدبر الأمر إنما يريد بعباده المؤمنين، فاعلم أن ما تراه مسيئاً لك عاقبته حميدة لك، فإن الله عز وجل لم يقض ذلك إلا لخير. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن لا يقضي الله فيه بأمر إلا كان خيراً له، إن أصابته ضراء صبر، فإذا صبر لله مو صبر كظم غيظ، لأن من يصبر جاءه مرض أو تلفت بعض أملاكه يصبر، لكن صبر الحيوان حين يموت حمله الصغير يئن ويخور فترة ثم ينساه، هذا صبر كظم غيظ، الغيظ والحزن يجول في الصدر، وأحيانا يبلغ الغيظ والحزن أن يرتفع إلى أقصى الصدر قريب من الحلق، حتى إذا أراد يتكلم ما يستطيع من شدة حزنه أو غيظه، ويقول كظم فلان، لأن الكظامة هي البلعوم، كظم فلان على كذا، ليس هذا المعني بالصبر يا عبد الله. الصبر أن ترضى أنك ترى هذا القضاء فلا تجزع ولا تشكو، وتكل أمرك إلى الله عز وجل، فإن الله يجعل عاقبة ما تراه مسيئاً يسرك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اقرأ الثانية، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله الحكمة، عرفنا الحكمة يعني معرفة الحق والعمل به، وعرف الحق وعمل به فهو يقضي بين الناس، فتي في من رفع إليه الأمر
وقضاء أي تنفيذ للحكم إذا كان مسؤول قاضي أو غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يتصدى للناس صاحب عز وشرف معاوية رضي الله عنه، لما مر بعبد الله بن عمر في الحج ورأى الناس حوله يسألونه ثم يصدرون عنه أفواجا، قال: هذا والله هو الشرف، يعني مو منصبي أنا، هذا هو الشرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في هاتين الاثنتين. موضع الشاهد: إذا أردتم أن تغبطوا أحدا فاغبطوا هذين. الثاني هو المقصود بهذا الحديث، لأنه يطابق ترجمة الباب. الباب هذا عقد لأجل الحكم بين الناس، فكأن الحديث يشير إلى أنك يا عبد الله ارغب في الحكمة أي العلم، تعلمه واقضي به بين الناس واحكم به في نفسك، فإن هذا أمر يعلي الله به قدرك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: العقيقة للمولود هل هي في يوم سابعه أو ليلة سابعه أفضل؟ ولو خلاها يوم الخامس ما في شيء، لكن تحديد السابع وليلة السابع هذا تكلف يا عبد الله. يوم سابعه قم بالهدي، قم بهذه العقيقة. العقيقة للذكر شاتان متكافئتان. إيش معنى متكافئتان؟ يعني مو واحدة عنز والأخرى كبش، كلاهما من جنس واحد، وليست واحدة جذعة والأخرى مسنة، لا، كلاهما في سن واحد، والأنثى واحدة. يوم سابعه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: يوم سابعه وإن ولد في الليل. هذه العقيقة الحكمة فيها الناس تجهل هذا. الغلام والجارية مرهون بعقيقته. تعرف ما معنى مرهون؟ الرهن يا عبد الله يستلمه الدائن صاحب الحق توثيقا لماله الذي عند الطرف الآخر، لأن قد يكون الصك والكتابة لا تكفي، ويقول: هات رهن. هذا الرهن بعض مال يساوي مقدار الدين أو يزيد عليه، كلما أراد المدين أن يتفلت أو يخون يتذكر ذلك، وهو مقيد بالرهن، لن ينجو إلا بعد أن يسدد الدين. عرفت معنى الرهن؟ كل غلام مرهون بعقيقته، معناته محبوس. محبوس عن ماذا؟ ما بيّن صلى الله عليه وسلم. قد يكون محبوس أن والداه لا يدخل الجنة، قد لا يغفر لهما، قد يكون هناك شر لا يمكن إبعاده إلا بهذه. ولذا ينبغي أن يحرص المرء على العقيقة، فإن عجز يستدين، ويستدين بنية إعادة المال حتى يغنيه الله عز وجل، إلى أن يغنيه الله عز وجل. نعم. ثم العقيقة يا عبد الله ما تقوم بصنعها وتدعو إليها أصدقاءك، لا، إن فعلته ذاك لحم من اللحوم. العقيقة أن تعطي أهلك جزءا منها، الثلث، وثلث تتصدق به، لا بد هناك من يأكل، وثلث تهديهم.
أما إذا أطعمته أصدقائك أصحاب الترف وزملائك في الصنعة والمال ما ينفع يعني. نعم، لا زال مرهونا حتى تعق عنه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.